خاطر بحياته من أجل طفل صغير فكافأه الله على ذلك. مرحبا بكم. طفل ذو 4 سنوات كان معلقا في الطابق الرابع من مبنى كبير، ذراعيه الصغيرة لم تتحمل رفع جسده لوقت طويل، ولكن فجأة حدثت معجزة. بين تلك اللحظات المخيفة والمملوءة بالإحباط في شوارع فرنسا، قام شاب شجاع بأخذ قرار خطير في جو من الشجاعة والبطولة، حيث بدأ يتسلق المبنى بيديه وبدون فريق الأمن، فكان الحظ حليفه، فقد فعل كل ما بوسعه لإنقاذ الطفل الصغير ومنعه من السقوط. يدعى ذلك الرجل مامادو غاساما من دولة مالي، ويبلغ من العمر 22 عاما. قام بالقفز من شرفة لأخرى، فكان يتحلى بالإيمان ويحيا بالحب والأمل، وأراد ألا تقع مأساة كبيرة. قام بإبراز كل قواه للوصول إلى الطابق حيث يستطيع الإمساك بالطفل. بين تصفيقات الناس وصرخاتهم قام بأخذ ذراع الطفل وأصعده إلى بر الأمان، وانتقل من مرحلة الخطر إلى الأمان. ووقتها شعر بألم في ركبته، ولكن كانت هناك بسمة وفرحة في وجهه، ففي تلك اللحظات أصبح مامادو بطل. رغم أن الشاب كان على بعد 14 مترا، لكنه لم يتردد لحظة في الصعود وإنقاذ الطفل، فهذا العمل لا يقارن بالحياة واللحظات المروعة التي عاشها في بلده. فقد كان يحلم بحياة عادية، فهاجر إلى فرنسا بحثا عن فرصة عمل، ولكن للأسف كان من الصعب الوصول إلى ذلك، فعانى كثيرا في فرنسا، وقبلها كان يعاني في إيطاليا. الجوع والتشرد يبقى دائما في ذاكرة الإنسان، ولكن شجاعته وحبه لفعل الخير هو ما جعل حياته تتغير للأحسن، حيث قام رئيس فرنسا مانويل ماكرون بتقديم مكافأة له على بطولته، حيث قدم له الجنسية الفرنسية على الفور، كما أنه تم منحه فرصة عمل في الحماية المدنية في فرنسا. وهكذا أكمل مسيرته البطولية في إنقاذ الكثير من أرواح الأشخاص. مامادو غاساما تحول إلى سبايدر مان حقيقي، فقد اعتبر البطل الجديد لفرنسا، كما بيّن لنا أنه لفعل عمل بطولي لا يحتاج إلى قوة خارقة، وإنما قلب كبير من ذهب يتحدى الخوف وجاهز للتضحية من أجل مساعدة الآخرين. بفضل ذلك الشاب نعلم أن الأمل ما زال موجودا في العالم. هذا ما أردنا أن نقدمه لكم اليوم، أراكم المرة القادمة بإذن الله.